في بالي مستعد اذا فما معناها نيات صادقه باش نلقاو حلول لبلادنا. ظهر لي تونس ماهيش عقيم وما همش كعبتين وكعبه اللي قادرين يقب المهمه هذه. فما اطارات كبيره، فما قدرات، فما ناس ناجحه البرة. مش معنى ذلك اني ندعو ان نستوردوا توانسه من برا، وان كان هما توانسه مش استيراد، ولكن حبيت اقول انه الخيارات موجوده. انا في بالي يلزمنا نتفق على المواصفات. مش مهم ان يكون متحزب ولا مش متحزب، المهم ان يكون رجل وفاق، ان يكون رجل يجمع وما ينفرش. هذا اهم صفه في رايي انا. طبعا يجب يكون عنده قدرات، مش الفائدة يكون منطع كما قلت أنت. بالعكس، احنا نحبوا رئيس حكومة عنده شخصيته وبش يسير فريق، وإذا يكون منطع أكثر من لازم ماهوش بش ينجح، لأنه في الحالة هذه حتى الوزراء متاعه للأسف ما يقدرش يسيرهم في الاتجاه اللي هو يحب يمشي له. فبالتالي أنا نقول صعوبة إيجاد شخص مش حاجة صعبة إذا كان الكل نبحثوا على نفس المواصفات. شكون كلنا سوا؟ لا الكلنا يعني يعني اذا اي واحد في التسعة احزاب يقول انا اذا ما يكونش متأدج ويساري انا ما نقبلش به، واذا النهضه تقول زاد ما يكونش اسلامي وعنده بلاصه في راسه ما نقبلش به، احنا ما نعملوهاش هذه. ولكن اذا كل واحد ما يعملش شروط خاصه به ونعملوا شروط وطنيه، شروط هذا نحبوا الشخصيه مجمعه، نحبوا شخصية اللي تقود فريق حكومي متجانس. ما يلزمش يكون كيما قال سي عمار قبيلي أنه فيه أربعة ولا خمسة هما في الوزارة وعينيهم على رئاسة الحكومة. هذا كذلك كان خطأ كبير. النوعية هذه المفروض نتلافاها حتى في الحكومة، مش فقط في رئاسة الحكومة. فأنا نقول نحبوا ناس، وضع البلاد فيه صعوبات كبيرة ماهوش ميؤوس منه كما يحلو للبعض يقول. بلادنا مستقبلها قدامها، ما يلزمش نأيسوا شباب ونأيسوا التوانسة في بلادهم. احنا ديمقراطيتنا قاعدة تتقدم، صحيح ماناش دولة ديمقراطية بارفات كما يقولوا، ولكن قدمنا خطوات عديدة. ديجا وقت اللي تصير باساسيون بين حكومات بشكل سلمي بالتصويت مهما كان، وانا راني مخالفكم وقت اللي تقول ماهوش عرس، ماهوش عرس انتخابي ما دام النتيجه معروفه. لا، هذاك فيه فائده انه فما ترونسبارونس. الاحزاب ما مشاتش مرمرمه، لو مشينا وكل واحد زعما مش يطلع ما يطلعش، قالوا شنو هي الديمقراطيه؟ كان فما وضوح، كان فما احزاب. تاويلك هذا للديمقراطيه اسمه حمدي، شو هي تاويل الديمقراطيه؟ يخشوا انتخابات بنتائج وسط مزيد حقين اول ولا اي مثال اي فعلا معك نخالفكم ولا بطبيعه بطبيعه. ايوه، فانا حبيت نظهر الجانب الايجابي نتاع انه ندخلوا الجلسه والاراء معلنه، كل حزب يقول انا مش مؤيد، انا مانيش مؤيد باختياره بدون ضغوط.